طب لازم نكون خلصنا تمديدات الصحية والكهرباء. هذا كل شيء بدي أقوله، إذا بدكم فيكم تروحوا على شغلكم هلا. ماشي. يلا يا شباب كل واحد على شغله. حاضر. ماشي. مرحبا شهزاد. مرحبا. في مجال نحكي شوي؟ هون؟ إذا بيناسب. إذا الموضوع ما كثير مهم خلينا نحكي هون، مشغولة كثير. فهمت. الظاهر إنه حتى شغلك صار أهم مني ومن حكي. لا أنا ما هيك كان قصدي، إذا بتستناني لحتى. لا لا ما في داعي، خلص بنحكي هون. فعلا حق معك شهرزاد، إذا ما في ثقة بيناتنا مستحيل يكون في حب. الحق معك لأنه فجأة طلع قدامك بنت وقالوا لك هي بنت أنور. أنور أنت بتعرف إنه البنت مو هي أصل الموضوع، الموضوع هو أم البنت مو البنت الصغيرة. بس لازم تعرفي إنه أم هي البنت يا شهرزاد خانتني. هلأ قلنا إنه إذا ما في ثقة مستحيل إنه يكون في حب أبدا، إنه يكون في حب أبدا. مو هيك رأيك أنت؟ منال خانتني مع واحد تاني شهرزاد، وأنا عانيت كتير لحتى قدرت أتخلص من هي الأزمة اللي عملت لي إياها. عم تفهمي؟